المهم كنا وشربنا وتبرعنا وصلنا وتساب الحمد لله. قال لي واش انا رقراقي؟ انت حريزي. راه انا اللي رقراقي يا ادم. هذا مالو انت؟ طيب يلا ردينا الفيديو. راه حريزي. قال لي اجي عندك. كي قال لي ماما واش انا رقراقي؟ انت حريزي. حليقي حليقي بيه. مو السعوديه ولاد حريز كبير. ولاد حليق. ولاد حليق كيقولوا لي ولاد حليق. اسكندر ولاد حليق. اسكندر دكالي. لا ويلي اويلي لا ما تكالي. حريزي تا هو قحره. والله انت حريزي. حريزي انا ماشي كنت كنغن مع الشيخه تقولي غني على ولاد حليق. نعم كنغني على الشيخه تقولي مغنيو على ولاد حليق. وزرق بعينين عطلك منين؟ طولوا لك مال ثلاث عمال. اي للسعودية. طولوا لك مال ثلاث عمال. البياض والرياض ثلاث القياد. انا راه ماما كتضحك عجبها الحال. البياض والرياض ثلاث القياد. تبارك الله ماما سمعيش قالت لي. اه البياض والرياض ثلاث القياد. فهمتي؟ ماما سعيدة اش تقولي لها؟ ها؟ ماما سعيدة اش تقولي لها؟ ولا سعيد حب ولا سعيد ومدام الحديد. تبارك الله يا السوعان. حب ولا سعيد ومدام الحديد. ماما سعيدة واش تقولي لهذيك السيدة اللي قالت لك ما عمرك تزوجتي؟ ويلي ويلي ولا كمي وتكما وشوفوا تما. هذه لالاك سوعان. لالاك سوعان. من تلك اللوطي زيادة وخلقة بدر السلطان. أتكتي لا سير فين أخويا دي فين دي فين دي الله ليك لا فين دي فين دي وسكتي كملي يا أخي غلطي إيش قلت لك؟ إيه قلت كم يا دو الريال ثلاث قياد كل محريدية دوت فدية تبارك الله عليا ولا سعيد حب ولا سعيد بدم الحديد قال لي جيبوا جيبوا لي الشلحة تبرد القرحة جيبوا لي الشلحة تبرد القرحة أنا غادي نقولها لخوك جيت تقولي قولي جيبوا لي الشلحة تبرد القرحة مسكينة غادا تولد تعي ومع مرت خويا تولد إن شاء الله الموت. ايه قالوا لي تزوجي ما نتزوج شي ورا ويلي شي ولا خدمات عندك كلمة شويتي عدى مسكينة الله يحفظها والله يجعلها يا ربي يا ربي تولد شبنية يا ربي ما شاء الله غادي يحتار خوك غادي يخليها خوك ويخليها لك وغادي يتزوج واحد من وحدة اخرى تولد ما شاء الله شبنية ما شاء الله الله يحفظها يا ربي يا ربي اسعدية هذيك الجنية حقا قالوا لك ما عمرك خديتي شي راجل ويلي ويلي الطاوله خليت عندهم من تخوخ مازال خوني الطاور زويني حلفي ويلي ويلي كنت سي طاوري كي كانوا كي كنتي ويلي ويلي انا راه دوزتها ودازت انا راه كنروح نمشي يعرضوا علي القياد يديني بالرد هو انت عندك جات كنا نمشيو لعند ولاد فريمة بعاد عليهم كنمشيو مديونة ديرة قالت لك راه مديوني قالت لي انا مديونية فهمتي نمشيو عند سي محمد عندو كار عندو عندو هذا الكار فهمتي ثلاث ديان كنت ما كاين بقبو ديال المرزدار ثلاث ديان كنمشي دار دار ديلة كيدير فيها غير الشيخات اه يا نهدا امي سعديه مكاينه قالوا لي كان داك 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 ديري كتحرك تعمري ديري لي كو 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 ديري لي كو ديري الالف نعم هاك الصبيدية بالقرعه باش نشوف كيفاش نتهز عندي دابا واحد اول هذا هو الكعك تعمر تلح خاطري مع الناس تعمر ديري لي الحرك ديري لي هوك الو لي هوك انت سويدي انا لي هوك 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 ها هو دي هوك او دي هوك
عاوديها ويرحم باك ديك الثوره ويرحم باك عاوديها باك ديك الثوره عاوديها ويرحم باك ديك الثوره ويرحم باك وعاوديها نشوف وبركه غنعاودها بالكاس نعاودها بالكاس ميتي دابا عثمان جيب لها كاس في شويه دابا كنشوف دابا ندوزو هاد الشيء غندوزها نشوفها كديره باش يشوفوا المشاهدين ويعني وعويناتهم اللي قالك السعديه كدوز عليها ويلي ويلي ويابا يابا من حمدة ومن كتين تك 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 عور صور تطيب انا حتك نمسك ولا لا تكتين نمشي هذا كدير الزاج تطي تطي الدري عندنا هذا خطو بعد ما كيجلس نعم انت سير محبا يحقل ما كنت قلم يقلم كوزينة يدخل يدير براسكو سلاف هذي أنا المزيمة رفتين لا خابو يا موي ميتي هذا زي الكاس صغير الكاس صغير ميتي هذا ميتيني قلم الكوزينة واش كون هادي هو ولدك وحنا عندنا قلم الكوزينة قلم الكوزينة راه عزيزة عليك بحال ختو كاين كتحط مني تبغي هنا وتبغي هنا وانا كنشوف فيها وما زيت حبة كندير بلا عندي كندخل ها هي مية تجيب الماء راه فيه الماء يا اختي ما راه وين ولا تشربيه كله لا وغندير فيوك يلا ديرها وشربي هذاك اللي فيها لا كيف والو بارك عليك شوفي ليا غادي يكون هكا عامر ياك ديري لي هكا هكا ديري لي هكا حبي حبي اتخاطري مع الناس شكون غادي يديرها يقد يديرها ولا لا عاودي نشوفها باش نقد ها هي كون الكاس فيه الماء حامض هاهو ما ولا قهوة ولا ندير هاك هاهو شوفو ملي كيدو هاك هاهو جبتو قلت لي هاك غدير لي هاك ولكن شكون علمها لك السعدية العار قلنا علمها لي هذا علمها لي مراكش عبد اللطيف عمر عبد اللطيف هو اللي علمها لي وشوفي في عويناتي وعلى قبل خاطر هاد الكبه اللي درتي اه والمراكشي عطيني فلوسي باغا نمشي لا علاش انا كنقول في اسكندر كنبغي مراكشي زوج زوجة ام ترغينية دابا كتبغي اسكندر وكنبغي مراكشي صافي ثاني سالينا صافي الحمد لله صار القارو رزق وقارو عزيخ الحب حلق القارو رزق والحب حلق شنو؟ القارو رزق فيه هو والحب حلق من الجود خذوا بكرة من الصغينية أنا دريت عليه بعدها هو الأول مشيت للجزيرة تقلت لي الجوال شنو تتشيلي؟ طبعت تسجل سيدي؟ طبعت أبي لغا السبع هل ما نتطابق من كان عندك؟ إيه رسول الله الجيلة جاتينا محمد الله معز العي يا 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 جا وجا والله ما خلاها جات وجات والله ما خلاته جات في درزال ما فيها ما يتقال طويلي جات في درزال وفيها ما يتقال جات في درزال وفيها ما يتشاف جا فلوسه وجا بدياله وجا بماله حلفي ايه تك 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 يا العريس ضوي بسماع البلدي ليجك زين ضوي بتريزيتي هاي يا ويا اسكندر ضوي بسماع البلدي ليجك سعاد ضوي بتريزيتي معتي قال لي مشيت وزيت عطيت مراتي خفيف
تغطت تمام بحاله وليت مع العربيات وكيجرى له. قال لي يا البنات يا البنتات يا البرمس البريم واش فيكم ما تزوروا ترعات كيباين. قالت لي احنا بنات وبنتات وبرمات البريم صغيرة فينا تفطر صاحبة وخي يكون فاهم. قال لها تعرف شحال وزيد نسعان شحال على نضرب سعدة ونخلي نحس. قالت لي انا طلعت ريد وكبتي مع الانسان نحبو ريد. قال انا مسمار حديد شو العويلات؟ نزيد لها التريد. شو العويلات؟ وريني الشوفة ديال الاخوة. عركات 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 ترى عجمي خدمناه. جيب الكاس دير الكاس حط الكاس عند الكاس هاد الكاس خذ الكاس هاك الكاس على الكاس فينا هو ها هو سيدي امين فينا هو ها هو ها هو ها هو هذا ها كاس النخوة ما غنى اخوة كاس الحب فيه العاتق فيه العساك وكيليق العدول صديق عنده ما يليق العدول صديق الحبيب كيبغيه والعدو كيشوف فيه هذا الدري داو داو اي مخلا داتو درزات داتو وداتو داتو بريالو داتو بمالو داتو بدارو كيبغيها وهو كيبغيها وهي كتبغيه هذا في درزان جاو جاو الله يمقلاق جا في درزالة عرفي ذهب ديالو جا مالو جا في درزان عاد الدين الله هذا هذا ما نشوف لي بلا شوكولا الغبرة شوف شنو هذا كوكوما هانتي ديري الحاف جاو جاو مخلاها وداتو وداتو والله مخلاتو وداها وداها والله مخلاها ويسوع عاد يقطب اللوز خليها تدوز يسوع عاد يقطب البنان يلي يا كمان يا ترى يا ترى يقطب اللوز خليها تدوز ترى يقطب البنان اركب بحديها برك الله عليها ترى يا يقتيب البانة خلوها تبان ايه مشي 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 وين سيدي وين سيريخ سيبان يدو خلات لها يا صغير 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 شباب شباب انا كباب اه يا شباب تعال تاكل كباب واه يا شباب تعال تاكل كباب اه يا شباب البيضة محطوطة اه يا شباب تعال وتشوف لنا هاي يا كباب هاي يا شباب تعال تاكل كباب هاي يا شباب خلي عزيز عليك الشباب خلي الشباب واحد صغير وزوين ولا ورقي ولا بس معدم وشعره رطب الواحد عنده 101 كي تبيح كبير في فريخ في بو اخنا دلع لطيف زين 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 أختي زين 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 أختي زين يكون زين أنت ها 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 شباب شباب ولي ها هو فينا هو ها هو فينا هو ها هو فينا يبغي تبدلي ليوك ديري ها هو فينا هو ها هو بغيت نبدا ديري ليوك تعاود ديري ليوك تعاود تاني ديري ليوك ديري ليوك تتشطحي تتشطحي على تمديه لي شكون وراك هذا العجب؟ كنبك تزعل مع الشيخات شنو؟ مع الشيخات شكون؟ كنبك مع الشيخات كنت تبرك مع الشيخات وكان بو يوريوني وانا كنتعلم كنت نخدم خدمة على امي كان عتلاني مرت خويا كان واحد فينا في فرناتي كيدور معايا عادلي بالجد وكان عطيها الفلوس مرت خويا هادي كانت باقا ما والداي كنت لها انت ديري تشوفها في الباب امي غير كطلي كنعس كنطلع على امي نقول امي امي نعسي نعسي مني قلت لك ديك اليدية وصافي بنيتي خليني نعس بلاتي امي نغطي انا كنبغي تبتها كتبغي تبتها بس تغلب
الله يسمح لك. مشي عند مرت خويا نقول لها الزهره تقول لي هاك اختي هاك امك هذه عندك نهار حد هذه 20 بس خذت ريح لها وخليني نخرج ديري تسبب في الباب قالت ولي تيري كوني هاني خويا كره راقد ايوا كنخرج شويه وكنخرج كنمشي في فندق البعشير فندق البعشير؟ فندق البعشير في شيخة تطيع وحدة من مكلات قال لك انتي معمرك دوزتي شي حاجة اي ويلي ويلي ويبا دوزتي شي حاجة كنا نمشيو عند قايب وكنديرو كل 2000 هنفرو الخشالي بحال هكا في البوق ونطلع ندير بحال هكا نمشي انا واسكندر نخليه يبارك يقولي اسكندر يقولي نعم قولي انا نمشي ندوي مع قايب وقولي يا سيري ما اعتنيت الفلوس ديك تاع الفلوس اللي عندي كنطلع نقول لي تبارك الله على تبارك الله على الشام كي يقول لي تبارك الله على سوحات الله يرحم ودت عليه الرحمه ونطلع مع الدروس شوية خاب بركي كي يصيدوا بنادم الحمد لله كيفاش؟ ما كنا ندير ما بركي نصيدوا ما عندهم حتى واحد كنت مع زيدة لابسة مصوبة شعري ومقادة وعلاني مات عيني ورجلي دير الريحة كنت مغادا شريري اسكندر واحد الطنطالة دوك الطنطالة كيتباعو شارع محمد الخامس شنو هما؟ طنطالات ديال الفرشي قالك انت تعرفي شارع محمد الخامس ويلي ويلي عاودي نديك ولا واش نديهم الله نديك شارع محمد الخامس ونديك المارتي اللي تمنوليه لك وتسوليهم عليا ونديك السكنة تما ديال في حدا مير سبيطار واش كنت مزوجة تما بالفيلا ولا لا واش كنت خدامة ولا لا ونوريك داري كان عندي ولدي هذاك هذا اللي ما فيه خير كورة عرفتي عندي كرة الدرب كيلعب فيها الكورة فهمتي بعدو شحال شادا شدينا شحال شدينا لالا ب 8000 ريال رخيصة ولاني بلاتي توصيل ما ديروش راه ديال سميتو ديرو ولد ختي هذا اللي السويتار في المستعفى اللي غبراتو دابا مرتو حيد ذاك حيد الدراهم توصيل داير ليا في سميتي انا اللي كنديرو باش نهار يتخاط معايا اللي بغيت تلقني انا نبقى في الفيلا وهو يخرج غنبقى نحول حوايجي ما يتسطيت انا في موسم الله العظيم بقى كوني ما تحول لا ما عجبتكش لا يلا خويا طلقني الله عاونا وعاونك ايوا شكون اللي كاري كنقول اللي كاري لا ام السعديه كيفاش شحال من راجل تزوجتي بيه؟ تزوجت في اسكندر كان تزوجت واحد كان لالا طبيب كنت سمعتش مزيان كنت تزوجت واحد من كوري كان طبيب كيمشي يقلب غير الموتى تبارك الله يشوف هذا واش مات ولا باقي حي كانت ما ورقه باش يدفن اسكندر كوميسير كبير في الدار البيضاء هذاك بعدا هذا طبيب زين هذاك طبيب هذاك طبيب وذاك المهندس معرض ديال الديور ولا ديالاش شكون شي واحد كنت مهندس معرض قلتي لي ديالك هذاك المهندس هو اللي حطيته مع بنت اختي مهندس ديالاش مهندس ديال البيبان مهندس طاولة وتمثيلة هو هي ما كيشرب ما يكمي عروبي عروبي كنت تقولي على عروبي ويقولي انا وكل يوم ماك معروبي رقك خدرتك كي داير يخ تقعد شوية رقك كتبرك معنا ثلاثة كنتي كي داير ما خرجت معك ما كان نخرج معك حفي بحلقة طمويلة ديالي هلوكا كنتي يقولي وانا مرة لبس عليها وانتي عرفتينا تاجر كنقولي لك انتي تاجر بخريت انا راه دارنا لاباس عليهم ما نرجع كنقولي انا راه بنت الحاج من دور الحاج وانا راه امي نزها كنقولي انا راه بنت الحاج من دور الحاج كتسمع سابع كتسمع بولا كنقولي راه غانا مسميه راسي السعديه انا سميتي شامة بنت الحاج من دور الحاج كيبقى يتعب الضحك وانا كدت عليه اولاد مول الدار مات ولد الله يرحمه ايوا هي هذيك يقول لي ايوا دابا المهم اش كاين؟ غتزوجي معايا نقول لي خويا تتزاور
او كنجي نتزوج كنططي نتزوج انا خطوتها نتزاور نتزاور تنتزاور تنتزاور نتزاور خويا با ميت زايد خويا الكبير ما كاينش هنا قولي فين قولي فين لا ويلي الريحة هاديك تمالك قولي فين خوك عثمان عثمان قولي فين خوك أقول يا تيبن خوك فين أمي؟ خويا بلانطا نتنى ورا كاين هنا ورا كنقول لهم بلانطا خويا راه عمرها ما تا بلانطا هاكا نقول لهم بلانطا كنقول لي خويا بلانطا ديجا نتاور كتبغي تشنتي راه دابا باقا فوق داك الفيس ديال الشنيت أرا هاديك هي وسهلية واش أرا 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 هادي فهمتي؟ بخير داك اللي بغيتي مزادير راه دابا باقي فيك الفيز ديال الشنيت لا كنولي شوفه مزادير قولي لي علاش عزيز عليك تشنتي وتكبري لا كنقولها ولي غنجي نتزوج درنا ترحليو ولا بحليو وبحبابيو تنططيو تري الحوليو وتذبحو وتجيب لي التيخات ودير لي النهار وتكفيني تضبطني وتشري اللي بغيت عاد زواج ولكن كي كنتي بزاف ويلي ويلي الله ينعلمك يا نيام تبارك الله الله ينعل والديك يا نيام خوني الطاور لا تخوني الطاور واحد ولد الحرام قال لي غندير لك ليهم كتاب وتشوف الطاور كلهم وداهم ولد الحرام خونهم وخرج من هذيك الخدمه بقاو فيا ذوك الطاور اجي نقول كاينين تصاورك عند مرت خوك كاين عاد تصاور ماشي ديال تما كاينين تصاور بنتي مع شنو ناخذو ها شنو عندنا ناخذو لا ماشي ناخذهم شي حاجه مع مرت خويا غادي تان عندها غنخطو لها نهار ها وملي غنخطو داك النهار غادي نمشيو وغادي ندقو عليها غنقول لها تخرجي الحوايج ملي نخرجهم مندربه غنجيب وحدنا باقا جديدة لمان تجيب ولا قالت لك ما قالت لي باغي انا ندخلها ونرجع نتصالح لا ما رجعش والله حتى تصالح معاها لا 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 ما بغيتهاش ما نتصالح معاها ها شوفي وكا لا والو وتقولي ما ندخلش انا بعدا ما ندخلش دارها تخرج لي حوايجي سالينا لحقاش ولد خويا اللي كيبغيني ما عرفاش دارو ما لقيتش يوري عليا هي سخت عليهم حيدي غادة قال لها امي قالت لي نعم قال لها عمتي ملي كانت تحتها كانت مجي عندك كانت تبيع وتشري كانت قال لها صحيحة كنت تمشي كنلقاها باركة تبيع وتشري وملي دابا مرضت جات عندنا زيبة قالت لي واخا كيجي عندها من جمعة لجمعة يجيبو لك الصيف وبروه واخا تشلحا جات عندها قالت لها رد لك ما باقا تجيبي قالت شنو؟ قالت هادي غنديرو لها قلب أنا ومرت خوها حرشتا مرت ولدها رشرت غا بلارك وقالت لينا رشر الدار شنو حنا صبونا حنا لقينا سارية بلارك قالت لها تي العربية شريتيها بلارك أو كتقولي شري الدار قالت لها الدار قلت لها الأخرى عقلتي نهاري كانت معاك سلحة كانوا عاطينك بيت في راسنا المهم حدقها قلت لها هذه اختي تبقى تدور في البيت دابا كبر لك الشان امي سعدية صافي ما نجبدوش دوك المواضيع ادعي لي مع البنات ما تجبديش هذوك المواضيع عرفتي علاش باش تصفى الخواطر باش حتى شي نهار تصالحتو وكان شي صلح الواحد ما يخرجش العيب تصفى الخواطر قولي لي مرت خويا والله ما عمرني تكرح مع هذيك تكوني غلطه مره ما تيها بالطوبيك هذاك تكوني غلطه سقتلها اشنو؟ سقتل ما شكون هي؟ ماش قتلها في الطوبيس تخاف من تاع ولاد دابا 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 ولد دابا ما دابا ولدها مشى للسعوديه يخدم كان قبرت زي صوب هادي ديال القبر ملي صوبها بحال ما تبتات ولا بغا لي الله دار بحال هكا هي تبتها ديك التهود اللي غاود طاح لي القبر طاح لي عندو طاح مات الله يا ربي الله مات السعدية بغالي الله يتدفن ديك البلاد مسكين مات بحال مات في الحج مسكين عداتو اش جاب السعودية الحج ما علينا سير مات تمايا
خدمه امي سعديه ماشي مات في الحجه خدام في شي بلاصه. المهم تما غادي يجبروا لي ما فيهاش. وي الله يرحمه. فهمتي؟ الله يرحمه والله يرحمه. كان مزيان سميتو بوسعيد، خلى مرتو وخلى بناتو. قال لها امي، قالت لي نعم، قال لها شوفي امي انت هي قبيحه غتخاصمي مع المراه، هي غنعطيها دارها وانت ندير لك محالك. قال لي هي محاله وهاديك محاله بحال مساركين حنا التطحان. ناضو بنات الولده داروا ليها طبعا السطح، هي كنشر داكشي ديال الصنادله يكرموا، جمعوا العظومه كلشي من عند امها، تجمعوا شي 100 عظم وطلعوا السطح. طلعوا السطح ولحموا عليها، قالوا لها شوفي الكلبه المشه اللي بقات وحدها هاك يا المحانتيها، كانت محشمتوش الله يكحل لكم فيها. قالت لها بحال تخاصموا معاها، هي تغدات توقفات وما عايره، هي عايرتهم راس مرت ولدتها هي عايرتها، قالت لي كان بين يومين كرمشة انا عندي دابا بناتي. قالت هي هاديك شدت البيت والكوزينة وسدت راه خرجت مشات حتى الدورة جات الطوبيس جات بلا جات بعدا جات بعدا عند بنتها هي الأولى، جات كتبكي العين من الفوقين ونعتبة وهي ما كانت قبيحة. قالت لها مالك أمي؟ ماما شاري خويا الحولي كبير كيعلف وخويا كيعلم. قالت لها أمي مالك؟ أنت أمي شوفي في محمد الحولي جابو كيعلف العيد الكبير قريب، بركي إلا بقات تمشي عندك معاه، عيدي معانا كولي شربي ضحكي. قالت لها لا أنا غادي نمشي عند خويا ما عندو لا مرا لا والو يدير بغلب، فشكل بي عليه ونشوف ونشوفني ونبكي عندو وهالا. قالت الله يهديك. قالت لا غادا الله يهديك أمي الله يهديك. قالت لها وتقولي ما نبقاش بركانا، أنا مع بيا غلا خرجت خرجت مغدا خرجت مغدا غادي ندير بغلب ركبت الطوبيس غادا وكدير كوك تغدد وكتعطب شوية وقف طوبيس خبار طوبيس كلو المرة بقا دايره هكا بحال هكا ويجي يقول لها مالتي ونوضي هكا مات. الله يا ربي الله مات الله يرحمها فاطمة الله يرحمها. كانت قبيحة كانت تعير ديما بنت واحد النهار خرجت قبيحة بحالك؟ لا أكثر مني يا ويلي لا قبيحة بحالي تنططيها. كان حدا الكاري كانت فيه تكمس فيهم مقيحة عليهم، كانت ساكنة من العروبية حدا تيجي كانت ملي كان هذا برنوطي كان باقي خلا كان حدا واحد الداير وكان الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها علاش لا عذبتنا عذبتنا في حياتنا